اليوم حماتي بتسوي محشي بتنجان اللي هو على الطريقة السورية، محشي بالبرغل. تقريبا 3 كيلو بتنجان هذا المقاس، لو كان أصغر سنة يكون أفضل، مفرغ من جوا. بداية الحشوة، هنا في بصل وبقدونس وطماطم وحمص واختيار اللي هو الفلفل، زي الفلفل القرنب اللي ما يجي مرة حار. هنا باقي المكونات، البرغل مع الزيت والسمن، فيها سمن لازم، يعني أكلة ظريفة. ملح، بهار، حكتب لكم دحين كل حاجة أحسن عشان تكون عندكم. حطينا عليها اللحمة. ليش السمن عندنا الكمية يعني كترناها شوي؟ لأنه اللحمة حقتي ما فيها ولا نقطة دهن. لو لحمتكم فيها دهن عادي ممكن تقللوا الزيت أو السمن، بس يعني هذا على أصولها متسوية الوصفة. كمان في الخلطة دي تقول لكم فيها نعناع مجفف وفليفلة. الفليفلة تلاقوها في محلات اللي تبيع المنتجات السورية والتركية. وهذه الخلطة اللي دوبنا عملناها، البرغل مع البهارات وصلصة الطماطم، نحطها مع الخضار اللي قطعناها ونقلبهم مع بعض. وخلاص نبدأ نحشي كل حبة من البتنجان بالحشوة. نوصلها للأخير ولا لا؟ نعبيها للأخير؟ إيه للأخير، وتكبسيها كأنه خضرة بتدوب. يعني لازم للأخير تكبسوها عشان الخضرة يعني تصير. البرغل مو برغل ناعم، برغل خشن، وتحديدا حق المجدرة اللي تيجي حباته مرة كبيرة. هنا لما نجي نطبخها ما حنحطها في يعني قدر ضغط، قدر عادي. تحت تقولي حماتي انه اساسا يحطهم عظام، العظام تعطي نكهه وما تخليه يلصق، بس اليوم هي حتحط اللي من جوا اللب حق البتنجان عشان ما يلصق، وحتبدا ترصها. هذول البتنجانات بعد ما رصناهم، دحين اوريكم الحمض اللي هو المرقه او الصوص اللي نطبخه فيه. هذا الحمض ينطبخ على النار اول شيء، دحين اكتب لكم مقاديره، بس يعني هو عبارة عن زي موية مع صلصة طماطم وكده، فيه له شوية نعناع ويكون حامض مرة. شوفوا هذا البرغل، مو هذا اللي هستخدمه، مو هذا اكس، هذا يعتبر مقاس وسط. حماتي بتقولي هذا اللي يستخدموه في الكبة. البرغل اللي تشتروه يكون اللي حباته كبيرة، هذا صحيح مكتوب عليه خشن بس برضو احنا نبغى المقاس الاكبر. حطينا صحن فوق المحشي وبنصب فوق الحمض اللي احنا طبخناه. لازم الحمض يغطي البتنجان، يعني احنا حنزيد شوية موية بس عشان تغطي هذه. شوفوا حماتي بتزيد ليمون، هي تحبه مرة حامض واحنا نحبه صراحة مرة حامض، فزدنا عليه ليمون زيادة، هذه اختياري. وحنخليه ينطبخ لمدة 45 دقيقة، زي ما قلت لكم يعني ما حنحطه في قدر ضغط، في قدر عادي. هذا المحشي صار جاهز ما شاء الله تبارك الله، يعني نجح. بس الحجم كان لازم يكون اصغر شويه، يعني انتوا لما تختاروا البتنجان اختاروا اصغر شويه. خلاص تاكل زي كده، وجنبه في زبديه تحطوا الحمض لو تبغوا تزيدوا عليه، وخلاص ننزل لكم الوصفه ان شاء الله في يوتيوب. وكمان اصول هاي تاكل جنبها فليفله او فلفل رومي او الفلفل الاخضر، اي نوع انتوا تفضلوه. وهذه كانت وصفه من المطبخ الحلبي.